توني طالع من فيلم لالسينج جدة بطولة عامر خان، وهذا الفيلم الكل عارف عنه، ريميك للفيلم الأمريكي فورست جام اللي عرض في سنة 1994 بطولة توم هانكس. وهذا الفيلم الأمريكي اللي حقق 7 جوائز أوسكار، وطبعا الآن قاعدين نشاهد هذا الفيلم ريميك من بطولة عامر خان. أنا راح أتحدث بشكل سريع جدا إن شاء الله، لأني توني طالع من الفيلم وما أقدر أدش بكافة التفاصيل الفيلم، ولكن إذا نقدر نقول نحن اللي شاف فورست جامب الأوريجينال طبعا تحليله بيكون مختلف، ولكن اللي ما شاف فورست جامب الأوريجينال ممكن نوعا ما شوية يتعاطف مع الفيلم شوية. ليش نقول شوية؟ لأني أنا شخصيا لما دخلت الفيلم حطيت أمل كبير على هذا الفيلم، برغم أني سمعت من بعض المتخصصين والنقاد أعطوا درجات جدا بسيطة، قلت ربما هذه أذواق الناس مثل ما يقولون، ولكن خلوني أنا أطالع الفيلم. أنا شفت الفيلم بصراحة، أقدر أقول عنه أن الفيلم خيب ظني بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا أني لما أسمع أن هذا الفيلم عامر خان، وعامر خان البروفيشنال، عامر خان الجينيوس، عامر خان اللي دائما يهتم بالفيلم، عامر خان اللي كمل 4 سنين وهو يصور هذا الفيلم، وسمعنا قبل أنهم الفكرة جتهم من 10 سنوات لما فكروا فيها مع أتول كوركني اللي كاتب القصة والسيناريو. يعني حطينا آمال كبيرة جدا، وأيضا حطينا آمال أنا شخصيا لما أسمع أن فيلم يتعمل ريميك، أنا مش ضد ريميك أبدا أبدا، أنا مش ضد ريميك. لما أسمع أنه يتعمل ريميك مثل فيلم فورست جامب، يعني أنت خلنا نقول أنك ربحت الحرب بنسبة 50% 60%، لأن عندك المادة، عندك السبجكت القوي، عندك الكاركترات في الأوريجينال قوية عشان أنت تستخدمها في الريميك، شو تحتاج أكثر من كذي؟ ولكن المفاجأة في هذا الفيلم، يعني بصراحة إذا تكلمت عن خلنا نقول الجزء الأول قبل الاستراحة 1:25 تقريبا، يعني نحن قاعدين نشاهد فيلم الرتم ماله بطيء. والنقطة الثانية أن النريشن، يعني الراوي القصة عامر خان وهو في القطار باللوك البنجابي، بعدين يعمل فلاش باك، الفيلم كامل هو فلاش باك بين مرحلة إلى مرحلة، ولكن الفلاش باك الأولي اللي عمله، يعني تقريبا يعني الواحد لما يشاهد الفيلم في البداية يقول لك والله ممكن يعمل 2-3 وينتهي، هذا الفيلم كله فلاش باك. والنقطة الأخرى أن لما عمل فلاش باك ولما رجعنا نحن نشاهد عامر خان وكارينا كابور وهم صغار، هذا أخذ على الفيلم تقريبا، خذ جزء من الفيلم 35 دقيقة، يسردون قصة الولد وعلاقة الولد مع الأم، أو الأم مع الولد وعلاقة الولد مع البنت كارينا كابور وهي صغيرة ومع أهلها، في تفاصيل كثيرة دخلوا فيها كانوا بإمكانهم يختصرونها يعني ربع ساعة ويروونا إياه. 35 دقيقة مسافة أو مساحة كبيرة جدا في السيناريو وفي السينما، وبالتالي هذه الأسباب أيضا اللي خلت الفيلم الرتم ماله بطيء والفيلم طويل 2:50. نرجع إلى الجزء الأول، عامر خان يسرد، أوكي عامر خان سرد، هل عامر خان عنده قدرات الصوت والإلقاء القوي اللي يقدر يوصل للمشاهد أم لا؟ هذه نقطة أنا ما أريد أقول أيوة ولا لا، أترك السؤال لكم، هل عامر خان عنده الصوت القوي، عنده الصوت اللي يقدر يسرد حدوتة الفيلم بين كل فترة حتى نهاية الفيلم بصوت القوي، بصوت اللي خلنا نقول يوصل إلى هني يعمل لك التاتش، أنتوا حكموا عليه. والنقطة الأخرى أن عامر خان الفيلم كله يتكلم باللغة البنجابية بالأكسن البنجابي،
هو هندي ولكن بالأكسن بنجابي. هذا أيضا عب وثقل أصبح على عامر خان وأصبح على المشاهد وأصبح على الجمهور. حتى الجمهور الهندي، الجمهور الهندي ما يتقبل إلا في أماكن معينة، في دلهي في بنجاب يتقبله، ولكن كفيلم كله بهذه اللغة. يعني لما هو يسرد بإضافة إلى الصوت اللي ما يمتلكه، بإضافة إلى يغير الأكسن، هذه كل الأمور ما توصل لك هنا، ما توصل لك. ولذلك أنا حسيت في الجزء الأول كانت أحداث شوية خلنا نقول أفضل من الجزء الثاني، في حركة، في دخوله في الجيش وبعده يمر بأحداث الهند اللي استوت أيام أندرا غاندي، لما قتلوا البنجاب أندرا غاندي، ومن ثم في 83 كأس العالم لكريكت لما أخذوا الهنود، ومن ثم في التسعينيات لما يجي شاروخان وأصبح هو مشهور واشتهر باللوك ماله بالستايل هذا، وعامر خان هو صغير أيضا يحاول ولقلده، ومن ثم نشوف شاروخان أيضا يظهر بالمشهد، وهذا المشهد اللي ظهر شاروخان على السطح مع عامر خان وهو صغير ظهر بنفس اللوك لفيلم فان اللي كان عامل اللوك الأولي فيلم فان بنفس الطريقة ظهر واحد، يعني شاروخان مروينه اللوك ماله يعني عمره 30 سنة 28-30 سنة. هذه الأحداث اللي مرت عليه كلها بفلاش باك ومرت هذه الأحداث. أيضا على هذه الأحداث يعني أنا بالنسبة لي أقدر أقول في الجزء الأول اللي عجبني، اللي عجبني إنه هو البورشن مال الأرمي الجيش اللي فيها أيضا الحبكة، فيها الحرب بينهم وبين الباكستانيين في كارغل. هذا الشيء اللي عجبني لأن حرك المياه الراكدة اللي كانت في الجزء الأول من الفيلم. وأيضا عجبني أن عامر خان في هذا البورشن ما بالغ، ما تم يسوي الحركات هاي مالته كثيرة، لأن كثير كررها في الفيلم، كثير كررها يعني لدرجة تقدر تقول يعني في معظم الأماكن أوفر. وفي نفس اللحظة أنا اللي كنت متخوف منه قبل ما ينعرض الفيلم، قبل سنة أنا عملت ريفيو على أن عامر خان عنده فيلم لازم تشده، وقلت أن عامر خان عمل هذا الأداء لتوم هانكس في فيلم بيكي، يا ترى شو اللي راح يعمله لما يجي فيلم لازم تشده. أنا قلت هذا الكلام قبل سنة، قلت شو اللي راح يعمل شيء جديد لازم تشده. ولذلك عامر خان وقع في مشكلة إنه هو من الأساس أخذ الدور هذا وكان يقلد توم هانكس في هذه الأفلام البيكي وثري إيديت ودوم فور، كان يقلده ولكن الناس ما كانت واعية. الآن وعت لما رجعوا على فيلم فورست كام، يعني ممكن أقول أنا إن عامر خان كشف نفسه باختيار الفيلم فورست كام. عموما عامر خان يعني نقدر نقول هو اجتهد، اجتهد بصراحة، اجتهد واشتغلوا صح على الفيلم، صورة بصرية جيدة، الشغل صح، وعامر خان عطى اللي قد ما يقدر عليه. ولكن شو اللي ضيعه؟ ضيعه التكرار والأوفر في مشاهد كثيرة، وضيعه أيضا إن سبب إن السرد العام للفيلم كان سيء والسيناريو كان سيء. بصراحة أقولكم سيناريو كان سيء، يعني سرد الأحداث ما تعجبك، أنت تشاهد الفيلم كأنك تشاهد فيلم دوكيومنتري، تشاهد كأنك فيلم دوكيومنتري، واحد يسرد ويقول لك تحصل الأحداث وتخلص وتروح الأحداث الثانية وتخلص. المعالجة التامة معالجة أفلام الدوكيومنتري، يعني بطريقة أنك أنت ما تحس في بعض الأحيان أنك مش مو قاعد تطالع فيلم، قاعد تطالع دوكيومنتري، أحداث القديمة ويحط لك الصور ويحط لك المشاهد الفيديوهات القديمة وطولوا فيها كثير. أوكي قلنا ربما الجزء الثاني راح يكون أفضل، جينا على الجزء الثاني تفاجأنا أيضا إن الجزء الثاني
أصبح أنه دخل العلاقة بين كارينا كابور وأخذت دور كبير. كارينا كابور هي وحياتها ومشكلة أبوها اللي كان سكير كان يضرب أمها وموتها ومسكوه وسجنوه الأب، وهي متأثرة بهذه الحالة، وأبوه كان محتاج فلوس سكير وكذا، ومنها تصبح كارينا كابور إن حلمها إن تكون عندها فلوس تتزوج واحد عندها فلوس، ومنها تروح أيضا تدخل في مجال السينما، تحب تمثيل تدخل مجال السينما وهناك يقصون عليها وكذا. هذا الموضوع أنا عمل لي الكهرباء في جسمي، يا أخي نحن في خط بياني، شو دخل أني أنا أوسع الدور لكارينا كابور؟ أنا ما أشوف أي داعية أن دخلوها في عالم السينما وبعدين انخدعت من المنتج ومش عارف شو، يعني لخبطة ولا بعد لخبطة. والنقطة الثانية، المفاجأة الثانية، أن الجزء الثاني أصبح أبطأ من الجزء الأول. هذه مصيبة، برغم أن عامر خان ركز بشكل كبير جدا على حلم، منه الحلم الصديق ماله اللي كان في كارغل، الممثل مال الساوث اللي كان معاه في كارغل، كان حلمه أنهم هم يفتحون محل ويخيطون ملابس داخلية للرجال ويفتحونه، كان حلمه مع عامر خان، ولكن في الحرب يموت وعامر يحقق حلمه. هذه كلها أمور وايد أوفر. وفي نفس اللحظة في شخصية واحد من كارغل من الباكستانيين اللي كانوا يحاربون الهنود، عامر خان كان يتمتع بالسرعة أو خلنا نقول بالجري، بس لما هو يبدأ جري ما يوقف، وبالتالي لما يشوف الجنود عنده يموتون يشيلهم ويركض فيهم ويخبيهم خلف النكود أو خلف الجبل، ويركض ويشيل ويخبي من الجنود اللي يصابون أو اللي ميتين. من ضمن الناس اللي شلهم شل واحد، هو العدو اللي طاح، العدو اللي انضرب بريوله الباكستاني شله وراح حطه مع الجنود الهنود. زين تعالوا، يعني حدث العاقل بما يعني يصدق الشيء بما يعقل. يعني هل يعقل هذا الباكستاني شله ودش في الجيش الهندي ويروح المستشفى يتعالج ويصبح صديق لعامر خان؟ زين وين الجيش الهندي؟ ما سألوه مين هذا الشخص، ما قالوا مين هذا ويعالجونه ويخلص ويدخل مع عامر خان بالأحلام اللي يبون يسوونه، يفتحون محل الملابس الداخلية للرجال ويستعد وكذا. والنقطة اللي أنا زعلت فيها في الفيلم واللي أنا ما راح أسامح عامر خان فيها بصراحة، عامر خان ضرب بالوتر ظنا منه إنه هو عساس الجمهور أو خلنا نقول الهنود يتعاطفون معه، مش المسلمين، الكفار الهنود يتعاطفون معه ويقولهم ترى أنا معاكم. شو راح عمل بشخصية هذا المعاق اللي أصبح؟ شو راح عمل؟ خلاه إن هذا يالس يقول إن نحن كمسلمين انقص علينا، يعني نحن كمسلمين إن انقص علينا وكذا كذا كذا، يعني بما معنى الديانة يعني. ولذلك لما هو شاف عامر خان إن رحمه وشله وانقذه وعالجوه في المستشفى في الهند وكذا كذا، يعني تبرأ عن إسلاميته وقال خلاص أنا الآن أرجع بلادي وأروح أفتح مدرسة للأطفال ومش عارف شو كذا كذا. يعني هذا رسالة خافية، بس ممكن مش كل حد يركز عليها، رسالة خافية. أنا ما حبيت هالحركة أبداً، ما حبيتها أبداً. هو في الجيش، هو جندي يعني، وأنت جندي هذا عدوك، ونفس الشيء هذا الشخص عامر خان هو عدو لمحمد هذا الباكستاني، ولمحمد عامر خان هو عدو. يعني ليش لعبتوا بوتر الإسلام وبالدين الإسلامي بس عشان عامر خان يعني يسامحوه الهنود على أساس غضبانين عليه؟ هذه عملية أنا ما عجبني هذا الإقحام بالشخصية محمد. إذا رجعنا الجزء الثاني، استوى الجزء الثاني التركيز على كارينا كابور والحب،
والتركيز على محمد هذا الباكستاني مش معقول. وأصبح الفيلم الرتم ماله هبط بدرجة مش طبيعية، يعني أنت لس الطالع تقول متى راح يخلص الفيلم، متى راح يخلص الفيلم، لأنك خلاص عرفت الأشياء. نرجع إلى نقطة جدا مهمة اللي أنا اللي راهنت مع الناس اللي أقولهم مهما يكون فيلم عامر خان راح يكون فيلم جميل. أنا هذا اللي كنت أقولهم ليش، لأن ريميك، لما أنت تعمل ريميك لأعظم من أعظم الأفلام العالمية وحصل على 7 جوائز، يعني أنا ضمنت إن في كاركترات قوية، ضمنت إن في سرد سيناريو قوي، يعني شو أكثر من كذي؟ أنا هذا اللي ضمنت فيه. ولكن هم عملوا مشاهد ريميك نفس فورست غامب، تشبعوا منه، حتى لما عامر خان يتعور يدخلون المستشفى وكذا كذا ينضرب في الخلف، وهذا في فورست غامب توم هانكس لما يدخل المستشفى ياكل سكريم، وعامر خان دخل ايضا في ده التلفي، يعني غيره، يعني بدال الاسكريم شو يسمونه الحلاوه الهنديه هذا بالعود، التلفي نفس الاسكريم، يعني بوضه او تلفي نفس الشيء، يعني غيروا هذا الشيء. بس اللي هم طلعوا منها وين اللي استوى، يعني لخبطه انهم هم حبوا يقولون للناس ان نحن بنحط التتش الهندي، يعني نحط أشياء من عنا إضافية. هذه الأشياء الإضافية اللي انحطت هي اللي خربت الفيلم، يعني مثل ما يقولون ياي يبقى يكحلها عماها، وهذا خطأ. أنت لما تأخذ الريميك تأخذ جذورها، ولكن أيضا لما تحاول تغير ما تغير بهذه الطريقة، أنك لدرجة أنك أنت تخرب القصة والسيناريو. بإضافة إلى موضوع الإخراج، الإخراج كان جيد ولكن ما كان التوب الماستر، ما كان الماستر فيها. أغاني ما تشدك ولا تتعاطف معها، الحوارات ما تتعاطف معها أبدا، يعني من كثر المشاهد الحزينة في الجزء الثاني ولا تشعر فيهم بصراحة، من كثرها ما تشعر فيهم، ولا تتعاطف مع كارينا، ولا تتعاطف مع عامر خان، ولا تتعاطف مع القصة. السيناريو هي أكبر مشكلة كانت في الفيلم، هي السيناريو، والمشكلة الأخرى هي كيفية السرد القصة، هني انضربوا فيها. وأنا هذا اللي أقدر أقول إن الفيلم خيب ظني. أنا أقدر أعطيه تقريباً، علشان هم اجتهدوا، وأنا دائما أحترم السينما اللي ناس تجتهد، اجتهدوا عامر خان، اجتهد وهم اجتغلوا اجتهدوا، أقدر أعطيه هذا الفيلم 2.5 من 5.